انه كبر كبر كبر. شو اللي كبر؟ كبر كان كبر كبر كان هالقد وبعده هالقد هيك كبر. قلبي قلبي كبر. كبر قلبي. الكرواسون تبعي الكرواسون الكالسون. شو كرواسون؟ حاطه كرواسون هون؟ اي زعتر اي جبنه هلا بدي اعرف. ست مريم، نحن الليلة مستضيفينك تنعرف شو رأيك بالأزمة العربية عامة والأزمة اليمنية خصيصا. بدك رأيي بالوضع العربي بالأم نعم. العربية نعم. هيدي أمة اقرأ لا تقرأ. أمة جهل بجهل. أمة تركنا التفكير ولحقنا التنظير. نعم. كل عمري انصحكم وخبركم شو بدكم تاكلوا وكيف لازم تاكلوا. انتوا اكلتوا بعضكم البعض يا عرب. لو اكلتوا خرا شو قسمك ما تاكلوا بعضكم البعض؟ ما بدي اعصب. رح ارجع له. نعم. ست مريم، طب برايك شو الحال؟ يعني كيف فيك تساعدينا وخصوصا انه عم نشوف حالنا واصلين على ازمه اقليميه؟ الحل كثير بسيط يا بنتي. نعم. الحل كثير بسيط. الحل مثل ما كان يقول حبيب قلبي الزعيم الله يرحم نعم معمر الازاي الله يرحمه، شو كان يقول؟ شو كان يقول؟ نعم حازم جبل اوضح من هيك ما في. هذا هو الحل المناسب والوحيد. الله يرحم. صراحة ست مريم، انا شخصيا ما قدرت افهم ولا كلمه. ريت فيك توضحي لنا شوي اكثر. لطيفه ما تفهمي. لطيفه ما تفهم. انتوا امي جهل بجهل وحق علي شيء تحت المقابلة. أنا فهلي لحظة، نحن أمة جهل بجهل؟ ليه حضرتك مش من هالأمة يعني؟ أنا من المريخ يا بعرف. أعطيني هالمكان شي لهم. رجع المريخ أختك على أخت المقابلة على أخت المخرج. شو هالبرنامج السخيف هيدا؟ ضب بخادك يا بعرف. رايح على المريخ هلا. Oh my god!